وحول مزيد من التفاصيل حول زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمقر الكتيبة 101 في شمال سيناء، معنا عبر الهاتف الدكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي. بعد التحية دكتور، يعني سيناء شهدت حراك تنموي كبير من قبل الدولة المصرية، يعني على جناحين، جناح أمني وجناح تنموي. الجناح التنموي على مدار 8 سنوات أنفقت الدولة المصرية حوالي 750 مليار جنيه مصري، وعلى الجناح الأمني فبذلت مصر من دماء أبنائها من رجالنا في الشرطة والجيش حوالي 4000 شهيد. يعني لهذه الزيارة الكثير من الدلالات في رأيك، ما هي؟ صباح الخير لحضرتك طبعا ولكل المشاهدين. خلينا نقول ان جهود الدولة لم تنقطع على مدار ال10 سنوات الماضية في تنمية وتعمير سيناء، سواء بالمال زي ما حضرتك تفضلتي اكثر من 750 مليار جنيه، وايضا كمان من دم ابنائها الشهداء العظماء من رجال الجيش والقوات المسلحة اللي هم بذلوا كثير من الاستقرار المجتمعي داخل سيناء. خلينا نقول ان سيناء كانت في الاساس مستهدفه استهداف كبير جدا من مؤامره خارجيه للاسف لاستغلال الارض، ولكن الحمد لله مصر متنبهه لهذا الامر، لذلك قامت بجهود كبيره للتنميه والتعمير والتنميه المستدامه اللي هي ليست يعني ايام وتنتهي، لا بالعكس. مصر وضحت كثير من الخطط الاستراتيجيه ليكون في ربط اساسي ما بين سيناء الأرض الحبيبة والدلتا، سواء على مستوى حركة النقل بقينا نعمل أنفاق كبيرة لسرعة التنقل ما بين الجانبين، وأيضا المزارع السمكية، استصلاح الأراضي وتحلية المياه واستحسان في زراعة العديد من الأفدنة داخل سيناء، المشروعات القومية اللي مصر بتضعها في سيناء أعتقد بتعتبر ركيزة أساسية للتنمية المجتمعية لأهالينا سواء من المجتمع السيناوي أو لنقل استثمارات ضخمة لجذبها لدخولها لسيناء. شايفين أن في العديد من الشركات والمصانع ابتدت تولي اهتمام كبير جدا في التعمير في سيناء، مثال الرخام، مثال الأسمدة، مثال البتروكيماويات، هذه الأمثلة والنماذج من المشروعات اللي هي تتطلب ضخ مليارات. أعتقد لولا جهود القوات المسلحة والأمن والاستقرار والتنمية في البنية التحتية خلال ال8-9 سنوات الماضية ما كناش شفنا هذا الأمر. الحمد لله في مزيد من الاستثمار، في مزيد من الجهود، مصر لن تترك حبة رمل في سيناء إلا ما هتعمرها إن شاء الله. لازم يكون المجتمع المصري على علم ووعي كامل بأن تنمية سيناء عقيدة أساسية للمجتمع المصري. فضلي. يعني بالفعل الدولة المصرية أطلقت العديد من المبادرات والمشروعات القومية الكثيرة، يمكن مبادرة رئاسية حياة كريمة كان لها أكثر من مشروع يختص بالمياه وأيضا بالزراعة في سيناء، وأيضا يصب في يعني تنمية الجزء البشري وهو الاهتمام بالعامل أو عنصر البشري والنهضة بالعامل المصري الذي سيعمل في المشروعات الجديدة في سيناء. بكل تأكيد، واسمحي لي أؤكد على كلام حضرتك، الأمر في غاية الأهمية حتى في لقاءات السيد الرئيس أكثر من مرة مع يعني مشايخ وعقلاء وكبار يعني القبائل في سيناء، أكثر من مرة السيد الرئيس بيولي اهتمام بسماع كثير من أحاديثهم والمشاركة الفعالة ما بين القيادة السياسية وما بين يعني المجتمع السيناوي هناك وأهلنا في سيناء، وبنشوف ان في العديد من المبادرات ليس في حياة كريمة فقط، وانما ايضا في مبادرات مثل مبادرات للصحة والتعليم والتشغيل، وهذه الامور هي اللي يعني بتلقى استحسان داخل المجتمع في سيناء، وبنشوف ان العديد من القوافل النهاردة اللي بتروح سيناء للتنمية او للتشغيل، وزي ما حضرتك تفضلتي برنامج حياة كريمة بيلقى العديد من الامور لي يعني تمهيد الأرض للتنمية البشرية اللي هو بيتطلبها دايما المجتمعات العمرانية الجديدة.
بنقدر نعرف قد ايه المتطلبات، بنعرف ازاي نحسن من القدرات البشريه هناك للتشغيل اللي هي اليد العامله يعني للمصانع وللشركات. اعتقد ده امر في غايه الاهميه، ويمكن كمان لما بيكون في لقاء ما بين السيد الرئيس والمجتمع في بعض من القبائل ويسمع ليهم او يتحدث معهم حوالين الاستصلاح في الاراضي، التمكين او التمليك للاراضي، التنميه العمرانيه، اعتقد هو ده الاساس في الخطه الاستراتيجيه لتنميه سيناء المستدامه يا فندم. يعني مع كل ازمه تمر يظهر وجه جديد للاقتصاد وتحول، نستطيع ان نقول التحول الى الاخضر في تفادي للاخطاء الماضيه من استخدام الكربون، وايضا ما يضر وما تسبب فيه الاحتباسات الحراريه وما تلته من تبعيات سيئه على كوكب الارض. ظهرت وجوه جديدة للاقتصاد، منها التحول إلى الاقتصاد الأخضر بصور المتنوعة، الاقتصاد المعرفي، الاقتصاد التكنولوجي. ما هي دلالات اهتمام الدولة بهذا التحول في سيناء تحديدا؟ خلينا نقول يا فندم ان في ازمه اقتصاديه عالميه مصر تنبهت لها كثيرا اكثر من مره في العديد من الانشطه والقطاعات، وان احنا النهارده بنتحول ليس من الامور العاديه في الاقتصاد وانما الاقتصاد التقدمي كمان.